لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الرحمن الرحيم، شكرا للزميل أسامة الأميري، الشكر موصول للكباتن في الاستوديو التحليلي، الكابتن قدير رضا براوي، الكابتن نيكولا فينتولا نجم الانتر السابق والمنتخب الإيطالي، وسعداء بانضمام الكابتن مهدي بن عبيد خبير الكرة المحلية والمحلل القدير لشبكة قنوات أبوظبي الرياضية. سيداتي، أنساتي، سادتي، مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صيامكم وقيامكم. يسرني أن ألتقي بحضراتكم في هذه الليلة في هذا المساء عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، من هنا من استاد كوبان في مجرى من معلول. يستعيد تياغو الكانتارا، منتخب إسبانيا يبحث عن انتصار، كما هو المنتخب التونسي أيضا يبحث عن انتصار مع لاعبي المنتخب التونسي. موجود أمامنا كوستا، قائمة بدلاء إسبانيا، كرة للأمام لكن التغطية من أحد الأسماء الكبيرة في المنتخب الإسباني، يترك هذه الكرة لتياغو لكن سهل الكرة في يد حارس المرمى، تمرير إلى جوردي ألبا، البحث عن رودريغو مورينو لكن التغطية من مرياح، مدافع كبير لمنتخب تونس قبل مواجهة إنجلترا. هنا تحرك من سيلفا لكن الكرة تحولت، يحاول في هذه الكرة إيسكو، يلعب لكرة أرضية، مرت هذه الكرة لكن التغطية ما زالت الفرصة. شاركتها في كأس العالم في 78 بعد هذه المحاولة، إيسكو، برافو حارس المرمى البلبولي، البلبولي طبعا هو المثلوثي لكن سمي بالبلبولي نسبة إلى أعرب. انطلاقة سريعة، هذه كرة، محاولة بخطأ دفاعي من إسبانيا، كرة لتونس لكن الكرة سهلة في يد حارس المرمى. هذه خية في أول حضور، في أول فرصة كانت تونس قريبة من أن تتقدم، كانت النسور قادرة على أن تحلق. يا فرجاني، لاعب لسبيرانس، لاعب الترجي، يحاول في هذه الكرة، أنيس يلعب لكرة إلى فخر الدين بن يوسف، وصبرون لاعب نادي لاغانتواز البلجيكي سيان بن يوسف، كارين نايلي، عادل الكعبي، نجيب الإمام، طارق ذياب، حماد العقربي، تميم اللي سينطلق في ليلة الخميس بلقاء يجمع الأخضر السعودي. كرة إلى فخر الدين بن يوسف، الروج في مواجهة دخية لكن الكرة يفشل في السيطرة عليها فخر الدين، الكرة إلى ركلة مرمى. يا استعين هناك فرجاني ساسي، كرة أرضية بعيدة على فخر الدين، التغطية من أودريو ثوب. إسبانيا بالثلاثة، ألقاب 64 2008 2012، رأسية، الكرة بتعدي بتمر، كرة السليتي إلى خارج أرضية ملعب، ثالث حضور. برافو للنسور، برافو للنسور، يبدو بأنه هذا الرجل لوبوتيغي قلق. الكرة إلى جوردي ألبا، يلعب لكرة أرضية خطيرة هذه الكرة لكن برافو البلبولي، الكرة عند البلبولي ليحمل شارة القيادة لمنتخب تونس في مباراة الليلة. هذه الكرة مرت سيلفا دافيد سيلفا لكن التغطية بشكل رائع من ياسين طبعا من البلبولي في اللقطة الماضية، على اعتبار بأن المدافع كان في رقابة، هذه تزيدة قوية من راموس لكن مرت بسلام. بدأ المنتخب الإسباني يضغط على مرمى تونس، يحاول يهدد، كرة أولى كانت من رودريغو مورينو وهذه محاولة ثانية عن طريق وعن عشقه لتونس الخضراء، كرة من هناك أدريوثولو، يا ساتر أستر كرة بالإضافة إلى لاعب رقم 17 صخيري لاعب مونبيلي، لكن البركة في شباب تونس، البركة في أحفاد حنا بعل القائد القرطاجي الكبير، كرة إلى ركنية لمصلحة المنتخب. فقط مدرب مقارنة بالأسماء طبعا روي هوتسون وبقية الأسماء. الفي آر عودة بالكرة إلى حارس المرمى البلبولي، هناك سفر وخطأ، سلامات للمدافع ياسين مرياح، ياسين إسبانيا أمام هولندا 5-1، كل إقليم كاتالونيا كانوا يشجع هولندا وشجعوا معلول، البحث عن عرضية، فاخر الدين هل كرة هدف، 1-0، مش معقول أمام المرمى، مش معقول، السليتي أمام المرمى، كيف ضاعت يا نعيم، كيف ضاعت يا سليتي أمام المرمى فرصة هدف في الأخطر في شوط المباراة الأول. تونس تلعب لكنها لا تتقدم على إسبانيا، راموس يعاتب حكم المباراة ناي هاوس، ماذا تطال؟ يستعيدها البدري مرة أخرى، يشعر بالحرج منتخب إسبانيا، يدافع بكل في اللقطة الماضية، إنيستا عنده الكرة، كرة يهرب فيها من هناك تياغو، برافو البلبو، ثالث هدف لبلانكو راؤول أسطورة إسبانيا والريال، كرة في مكان خطيرة، مثل هذه اللقطات، مثل هذه الهفوات لا نريد أن نشاهدها أمام إنجلترا.
في كل مباراة تونس فيها المونديال. إلى لاعب حريف، إلى لاعب مهاري أنيس البدري، واحد لواحد يخوف أنيس. أنيس أنيس أنيس، ماذا يفعل ياسين مرياح في هذه الكرة؟ الكرة كانت أقرب إلى البلبولي، صح خط. أنيستا في وسط الملعب يحاول في هذه الكرة، أنيستا يقول الكرة في مكان خروج البلبولي، خروج البلبولي في مبدأ الثقة في وسط الملعب حتى لا يغضب مشجعي البارسا. نريد أيضا أن ننصف البارسا في هذه المقولة بأن البارسا طبعا أفضل فريق لعب كرة قدم في 2009. لمسة يد واضحة على أنيستا في اللقطة الماضية، الكرة إلى تياغو، تياغو مر يكسب خطأ تياغو في هذه اللقطة من أمام فرجاني ساسي، أصيب في هذه اللقطة طبعا تياغو الكانتارا، أصيب تياغو الكانتارا. انتهت آخر محاولة منتخب إسبانيا للأمام، لكن منتخب تونس إلى راموس، راموس يلعب لكرة، وضعية تسلل، وضعية تسلل في هذه اللقطة، وضعية تسلل، لكن حكم المباراة بمن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، يحتسبها إلى ركلة مرمى بوخ ناي هاشو تسليتي نايم، يعيد الكرة في وسط الملعب، تمشي إلى صيام بن يوسف بسد أنيس، أنيس البدري يتفوق على إيسكو، أنيس يلعب لكرة أرضية رأسية من هنا. عن شوط المباراة الأول، نعيم السليتي يحاول، انتهى شوط المباراة الأول بصافرة بوخ ناي هاوس. مشاهدينا متابسف معلول في وسط ملعب صغير الساسي سيف الدين خاوي، على اليسار البدري، على اليمين السليتي، وفي المقدمة فخر الدين بن يوسف. فيما إسبانيا بدأ ديالبا، تفاهم كبير بينهم في البارسا، والتفاهم أكبر أيضا مع الماتادور، لكن هذه بعيدة إنيستا، وتتمنى أن تكون صيام خطيرة هذه الكرة. منتخب إسبانيا يضغط، لكن معلول بيخلص هذه الكرة، برافو حكم المباراة. منتخب التونسي مرتين درب الترجي، هذه كرة للأمام، الترجي الكرام طبعا الموجودين في الاستوديو التحليلي، هذه كرة في مكان فاسكيف، أنيس البدري، خطيرة هذه كرة للماتادور، خطيرة لإسبانيا، لكن هناك تسديدة جوردي ألبا، بعيدة يا جوردي، بعيدة كرة جوردي ألبا إلى خارج أرضية الملعب، الكرة إلى ركلة مرمى. حقيقة بالفاسكيف أمامه معلول، فاسكيت يلعب لكرة في مكان، لكن برافو المدافع طبعا، شاهدنا تفوق على مستوى السيطرة، البوزيشن خطيرة هذه الكرة، لكن برافو البرافو المدافع ياسين مرياح، شاهدنا بوزيشن سيطرة لإسبانيا، وبالتالي فضل اختيار المنتخب الإسباني. كرة من هناك خطيرة، الكرة قوية من سيلفا، لكن من دون متابعة لأي معروفة، لا تسديدة أو أسيست من جانب سيلفا، لم يكن في وضعية تسلل على اعتبار بأنه اتخذ من المدافع. صاروخ إسبانيا عن تمثيل إسبانيا، يعرف أنه لا يوجد، تمشي هذه الكرة في اليمين، أثبت وجوده في تشكيلة نبيل، كرة إلى نعيم السليتي، نعيم الكرة بتضرب في قطع من الدفاع، خطيرة هذه الكرة للإسبان، على دفاع تونس، على دفاع تونس، والله عليك يا حارس تونس، أيمن البلبولي الحذر. تونس تخوف على مستوى الدفاع، هناك أخطاء، هناك أخطاء يجب أن يصلحها نبيل معلول. إلا الأتلتيكو الغريم التقليدي للريال، تقدم من الدفاع، كدري رامي البدو، انطلاقة سريعة، كرة تونسية للنصور، هذه كرة ضعيفة مثل هذه الكرة، كرة من بيكي، لكن يلا يا سيام، ماذا يفعل سيام بن يوسف؟ كرة بيخلص الدفاع، هناك وضعية تسلل، يرفع الراية المساعد الأول، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة منتخب تونس، لمصلحة منتخب تونس، كلنا نريد أن نهتف تونس. بن يوسف الكرة، أوهو أوهو، الأخطاء الدفاعية، الأخطاء الدفاعية، برافو، قرأها 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 البلبولي، قرأها البلبولي. تونس من المحيط إلى الخليج، كرة إلى لوكاس فاسكيت، بعيد الكرة إلى ناكشو، تمشي هذه الكرة إلى أمامها، تغطي من الدفاع، تسديدة بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، أسينسيو إلى كوكي، كوكي يبحث عن أرضية عالية للأمام، برافو برافو المدافع، برافو لي. الله على المنتخب التونسي، خلاص خلصت، راحت الكرة، 1-0 1-0 لإسبانيا، 1-0 ياغو أسباس يفعلها في مرمى النصور، بعد خطأ، بعد أن عمل كل شيء الدفاع والحارس، عادوا لكن لم يشتتوا الكرة، تتقدم إسبانيا بهدف، معلش